أزهر بيت الأسير إبراهيم بارود ربيعاً بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية بعدما أمضى حكماً بالسجن 27 عاماً. السجن يعني كله معاناة وكله يعني مواجهة مع الاحتلال وكله حرمان من أبسط حقوقنا الإنسانية، يعني هو فترة كانت صعبة جداً صحيح. أما والدته فبدلاً من حمل صورة إبراهيم إلى اعتصام أهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر بغزة كعادتها كل أسبوع، حملت مع ابنها هذا الصباح شيئاً من ملامح الفرح. فرح أراد إدخاله على قلوب أهالي الأسرى. ووسط هذه الأجواء لا شيء يغير في قناعات صاحبة الوجه المعروف منذ سنوات طويلة بين هؤلاء النسوة. إني في الاعتصامات من 86 وأنا باجي على الاعتصامات، وهلقيتي باجي على الاعتصامات، ابني طلع، نعم ابني طلع، بس بإذن الله تعالى طوله أنا بصحتي وبمروتي مش رايح أقاطع الصليب ومش رايح أقاطع أمهات الأسرى. وفي زحمة تقبل التهاني يستشعر بارود أهمية هذه التجمعات بالنسبة إلى الأسرى رغم بساطتها. بدهم يشعروا أنه فعلا في اهتمام في قضيتهم، في الشعب واقف بجانبهم بساندهم، وإن كانت هاي الفعاليات لا تطلق سراح الأسرى وإنما بترفع من معنويات الأسرى وبتشد من أزرهم وبتعينهم على تحمل الوضع الصعب اللي هم بيعيشوا فيه. ويبقى أهالي الأسرى مدومين على حضور كل المناسبات المخصصة لقضية قرابة 4000 فلسطيني في سجون إسرائيل كلما توفرت الفرصة لذلك. أضفى حضور الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية إلى هذا الاعتصام الأسبوعي أهمية جديدة إليه، فمن خلاله ينقلون أخبار رفاقهم الذين تركوهم خلفهم إلى عائلاتهم الذين يحضرون إلى هذا الاعتصام. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.